متابعينا مشاهدينا الكرام، معنا في هذه اللحظات اللاعب وكابتن فريق النسور علي موسى، نرحب فيك. اهلا ومرحبا فيك يا اهلا اخوان المشاهدين. اول شيء الف مبروك فوزكم وتاهلكم لدور الثمانيه. الله يبارك فيك، الحمد لله على الفوز التاهل لدور الثمانيه، واشكر شباب النسور الوجوه الجديده الشابه على المستوى الرائع والروح القتاليه في المباراه. كابتن علي، اليوم فزتم، نبغاك توصف لنا كيف مباراه اليوم. والله مباراة زي ما كانت محصورة، زي ما انت شايف كانت محصورة في منتصف الملعب لحساسية المباراة وخروج المغلوب دور ال 16، يعني تعتبر مباراة نهائية. والحمد لله مباراة انتهت يعني بركلات الترجيح، أهم شيء بطاقة العبور دور الثمانية، كسرنا حاجز خروج النسور من دور ال 16، إن شاء الله الجاي أفضل منه. بماذا تعد جمهور فريق النسور في اللقاءات القادمة؟ والله أول شيء الحمد لله أننا كسرنا حاجز خروج النسور من الدورات السابقة في دورة نور من دور ال 16، ووعد الجمهور أن الفريق إن شاء الله راح يعبر إن شاء الله لدور الأربعة. يعطيك العافية كابتن علي. الله يعافيك، شكرا. بس نواف معليش، تحدثنا عن تجربتك الاحترافية في البحرين. والله كانت تجربة جيدة واستفدت الحمد لله منها، كانت تجربة جيدة فنية اللي يعني استفدت الحمد لله. في أي فريق كنت في البحرين؟ في المحرق البحريني. يعطيك العافية كابتن. الله يعافيك، شكرا.